احبتي مشاهدي قناه زاكروس الفضائيه، ارحب بكم اجمل ترحيب اينما كنتم. جولتنا اليوم مكان جدا مميز، شارع المتنبي، شارع الادب، شارع الفنانين، شارع العراقيين. اليوم راح نتجول ونشوف الاجواء قبل العيد، نشوف مواطنينا، نشوف اهلنا وناسنا همينا. خلينا نقول السلام عليكم. تعال 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 تعال، شلونك؟ شو صحتك؟ كل عام انت بخير، تعال امي هنا، تعال امي، كل عام انت بخير. كل عام وانت بخير ان شاء الله يا رب ومن عواده. الله يخليك، شو تشوف الاجواء؟ شو تشوف الاجواء؟ عسيدك، شو تشوف الاجواء قبل العيد بشارع المتنبي؟ واريدك توصف لنا شعورك. والله الاجواء الحمد لله نعمه، يعني تحسن الوضع جدا يعني. الحمد لله. اكو هوايه اجواء حلوه تخبل ما شاء الله، يعني المتنبي والناس ملتمه جمعه حلوه هاي، وخاصه برمضان ان شاء الله يا رب تستمر هاي الفرحه. شلونك يا صيام؟ والله الحمد لله صايم. لا نعمه نعمه الحمد لله. اي أيوة والله. قل لي همين، احنا دائما بجولاتنا خصوصا العيد جاي اشتريت ملابس، جهزت نفسك للعيد؟ والله هي التجهيزات دائما مستمره، يعني مو قصه بالعيد، يعني هي بين فتره وفتره الملابس دي. العيد طابع مميز، هو طابع مميز، يعني اكيد راح نميز الملابس عن باقي الايام. اي اي اكيد ان شاء الله. بالخير عليك ان شاء الله يا ربي، كل عام وانت بخير. رحم الله والديك، تسلم يا روحي. الله يخليك. احبتي المشاهدين، طبعا اجواء رمضان جدا حلوه ويا ناسنا واهلنا هنا بشارع المتنبي. شلونك حجي؟ ان شاء الله زين الحمد لله. عافيتك علينا كريم، علينا وعليكم وعلى امه محمد وعلى العراقيين. شلون الاجواء عندك؟ اجواء كلش حلوه. احنا قبلنا نجي المتنبي كنا بالامامين الكاظمين، الجواد والكاظمين، والحمد لله فطرنا هناك وجينا بهاي الاجواء الحلوه والشباب. زين احنا هسه احنا الدريد نعرف الاجواء خصوصا بشارع المتنبي، شارع نقول الفنانين، الادب العراقي. دائما احنا متشوقين ونحب هيجي اماكن للتنفس يعني. والله اجواء حلوه وشباب هاي الحلوين، ويعني كلش كلش اجواء، واحنا نشكر الحكومه العراقيه. زين احنا هسه اريد همينه بما انه انت فاطر وجاينا، شلون فطورك اليوم؟ فطور الحمد لله والشكر، فطور كلش حلو والحمد لله والشكر. كل عام انت بخير. وكل عام انتم بخير، ان شاء الله رمضان علينا وعليكم، وعيد سعيد، وعيد سعيد على العراقيين بالذات وعلى الشعب العراقي، ويحفظكم ويستركم، لان انتم ضوء العراق، انتم البرنامج العراق. قدوة عمرك، ممنون منك. احبتي المشاهدين ما زلنا متواصلين وياكم، طبعا الاجواء جدا حلوه ويا ناسنا واهلنا، مستمتعين كلش ومستمتعين جدا جدا بهاي الاجواء الحلوه صراحه. هم الجو حلو هاي واحد، اثنين الناس ما شاء الله اليوم شارع المتنبي ازدحام كلش يعني صراحه. زملائي بالاستوديو يعني يا ريت انتوا يمينا لو ويانا اليوم، صراحه جدا مستمتعين، الاجواء كلش حلوه ويا ناسنا واهلنا اليوم مستمتعين. مرخصتك اخويا اذا تسمح لنا شويه، اريد نسولف وياكم. طبعا كلش الاجواء حلوه، همين اكو عالم تستحي تظهر قدام الكاميرا صراحه. السلام عليكم، شلونهم الشباب؟ مرخصتك؟ لا تستحي لا تستحي، تعال. شلونك؟ كل عام انت بخير. شلونك حبيبي؟ كل عام انت بخير. عيدكم مبارك يا عمك سعيد. الله يخليك. شلونك؟ شلون الاجواء عندك هنا اليوم بشارع المتنبي؟ ودنا نشوف العوائل. أيوة والشباب والكل مستمتعه بهاي الاجواء الحلوه. والله اجواء حلوه هنا والحمد لله والشكر، وامان ان شاء الله كل شيء ماكو، والعالم طالعه متونسه وتتونس على العيد. بدوى القلب. شو محضر العيد؟ يعني شنو؟ تحضيراتك، ملابسك، شغلاتك؟ الحمد لله كله جاهز، وين نروح؟ وين نطلع؟ يا اما الجزيره السياحيه لو اما مدينه بغداد. احسن، كل عام وانت بخير. الله يخليك، بدوى قلبك. ما زلنا متواصلين وياكم احبتي المشاهدين. طبعا الاجواء جدا ممتعه، الاجواء جدا حلوه. دائما نحب نشوف الشباب والعوائل جدا مرتاحين، يعني اليوم هنا نشوفهم الابتسامه ماليه وجوههم. طبعا صراحه انا جدا فرحان الوجودي بين ناسنا واهلنا
السلام عليكم. مرحبا خاله، تستحون. طبعا اكثر العالم يستحون يحجون قدام الكاميرا. اليوم طبعا جدا مميز، لان تنتجول هنا بين ناسنا واهلنا صراحه، يعني كلش حلوه. السلام عليكم. تعال 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 تعال، ايش بيك يا اسطى؟ شلونك؟ الحمد لله. ايش بيك؟ شو عصبي؟ ما جرد تقاوي هاك. هلا هلا بيك، هلا بيك. نقول لك كل عام وانت بخير. وانت بلي بخير. شلون الاجواء؟ تقبل اجواء رمضان، تقبل خاصة بس شني افترينا الدنيا كلها. طبون هنا دراجات ازدحام. لا دراجات ما يطبون. زين، انا اريد توصل لي شعورك. طبعا ما شاء الله الاجواء كلش حلوه، وبين هاي الناس والاهل والاحباب. طبعا ذولا باحه جينا من الشعب لهنا. الله يحفظكم ان شاء الله. الله والديك. الله يحفظكم ان شاء الله. ممنون منك. شوكم يا بابا. تعي 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 بابا. شلونك؟ زينة. شلون صحتك؟ الحمد لله. قبل كل شيء، شو اسمك انت؟ رزان. رزان؟ اشتريتي ملابس؟ لا. اي. شو اشتريتي؟ بنطلون وتيشيرت. عافيه عافيه. رزان يا صف؟ رابع. رزان شلونك ويا رمضان؟ صايمه لو ما صايمه؟ اي اصوم كل يوم. عافيه عافيه عافيه. زين نقول لك كل عام وانت بخير. انت بألف خير. عافيه. زين شو تقول لي للقناه زاكروس؟ كل عام وانت بألف خير. عافيه حبيبتي، بدول قلبك، كل عام وانت بألف خير. هاي الطفلة البريئة صراحة، الله يحفظ أطفالنا، الله يحفظ كل عوائلنا يا ربي خير وسلامة. تعال واقف هنا أنا، ليش تباوع؟ شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. أنت بخير؟ أنت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله عليكم وعلينا. الله يخليك. طبعا شلون الأجواء هنا؟ والله أجواء حلوة، بغداد حلوة بناسي وبشوفتك. الله يخليك. رحم الله والديك حبيبي. أوصل لي شعورك. طبعا ما شاء الله. والله ما شاء الله حلوة حلوة حلوة. الشباب كلهم اليوم جايين. لا لا طبعا اجواء حلوه، رمضان بعد هي ايام طيله الشهر جميله جدا ما تنوصف. صحيح صحيح. زين تجهيزاتك للعيد؟ والله بعد ان شاء الله قريبا. والله انا والشباب. الله يحفظكم ان شاء الله. كل عام انت بخير. انت بخير حبيبي. الله يخليكم يا ربي في دول عمرك. طبعا ما زلنا وياكم احبتي المشاهدين، طبعا متواصلين وياكم. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شلون صحه؟ الله بخير الحمد لله. شلونك؟ شلون الاجواء عندك؟ خب الاخبار، احنا جايين من الفلوجه صراحه. والنعم والنعم من اهل الفلوجه. خوالنا وعزانا على راس غاتي. والله امان ما شاء الله. صلى محمد يعني المتنبي ثالث مره اجيب، ما شاء الله فد شيء مرتب والله. بس ثالث مره؟ اي والله ثالث مره ما تلج. زين شوف الاجواء طبعا. والله تخبل يعني عيد. اللهم صل على محمد. عيد يعني عيد عيد يعني ما يقول عيد عيد. قبل العيد. قبل العيد والاجواء ما شاء الله. هي عيد يا والله اجواء حلوه. حل حلوه والله. وامان والله يديم الامان. هي حلوه بيكم ان شاء الله. بيكم انتم ان شاء الله والله. بناتكم الحلوه ان شاء الله. تجهيزاتكم للعيد؟ والله دشاء مرتبين، شاديه تلبسه ما البسه كلها مرتبين الحمد لله. يا ربي يحفظكم. وتحياتي لاهل الفلوجه كلهم. طبعا لهنا وصلنا نهايه جولتنا. يا ريت لو الجوله طول، لكن هاي ختام جولتنا. تقبلوا تحياتي انا دولوفان سوريميري وكادر البرنامج. دمتم بامان الله وحفظه.